إلى ولايتنا الداخلية لنطلع على مجريات الليلة الأولى من الحملة الانتخابية، حيث يتزامن هذا الموسم الانتخابي مع موسم الأمطار. وفي ولاية الحوض الشرقي عبا كل فريق وسائله وإمكاناته المتاحة لجذب الناخبين مع انطلاقة الحملة الممهدة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية. نتابع تقرير الزميل محمد السلبيد. أجواء احتفالية وتنافسية كسرت سكون مدينة النعمة الذي اعتادت عليه وسط مظاهر الطبيعة الخلابة لموسم خريف واعد. هنا في ولاية الحوض الشرقي يكثف مختلف الطيف السياسي حملته الدعائية لاستقطاب الناخبين البالغ عددهم 167,205، وتتنافس 160 على الانتخابات البلدية و51 لائحة على مقاعد البرلمان، بينما تتنافس 11 لائحة على المجالس الجهوية بالولاية. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يتنافس في كل الدوائر الانتخابية بمدينة النعمة تداعى أنصاره ومنتسبوه في الساعات الأولى من انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الفاتح من سبتمبر. قد أجمع كل من منسقي الحملة ومرشحي الحزب على أهمية هذه الاستحقاقات، لأنها سترسم مستقبل البلاد في بنيته التشريعية وهيكلته السياسية واستراتيجيته التنموية. ودعا مختلف المتدخلين إلى اختيار طريق التنمية والاستقرار، مشيدين بالإنجازات العملاقة التي تحققت في ولاية الحوض الشرقي. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية اختار مقره الرئيسي بمدينة النعمة لانطلاق حملته الدعائية الممهدة لاقتراع الفاتح من سبتمبر، واستعرض مرشحو الحزب خلال هذه الأمسية برامجهم الانتخابية متعهدين بتغيير واقع المدينة والتسيير الأمثل لمواردها والاستفادة القصوى من مقدراتها الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب وإنشاء مشاريع تنموية لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والحد من الارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية. وأكدت هذه المداخلات أن هذه الانتخابات تشكل فرصة تاريخية لتحقيق التغيير المشهود. التحالف الشعبي التقدمي الذي ينافس هو الآخر على المجلس البلدي ومقاعد البرلمان في مدينة النعمة حشد أنصاره في مقره، واستعرض مختلف المتدخلين في هذه الأمسية الدعائية برنامج مرشحي الحزب الذي يرتكز على تعزيز الوحدة الوطنية ونشر العدالة والمساواة بين كافة مكونات الشعب الموريتاني. وطالب مرشح الحزب مناصريه إلى تكثيف الجهود من أجل التصويت على هذا البرنامج الذي يضع ضمن أولوياته التوزيع العادل للثروة الوطنية ومحاربة الفقر وخلق أنشطة مدرة للدخل للشرائح الضعيفة. حزب الكتل الموريتانية الذي يتنافس على اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية والبلدية اختار بطحة النعمة لانطلاق حملته الدعائية الممهدة لاستحقاقات الفاتح من سبتمبر. وتعهد مرشحو حزب الكتل الموريتانية بتعزيز التنمية المحلية وإطلاق برامج تنموية لصالح ساكنة المدينة والحفاظ على الموروث الثقافي لمدينة النعمة العتيقة. ودعا ممثل الحزب إلى اكتساح الساحة والعمل الجاد لاستمالة الناخبين لهذا التوجه والتصويت لمرشحي الحزب لتمكينهم من المشاركة في صنع القرار على مستوى ولاية الحوض الشرقي. حزب اللقاء الوطني الذي يتنافس على المجالس المحلية والبلدية والمقاعد النيابية أكد ممثلوه ومرشحوه أن الحزب اختار المشاركة في هذه الاستحقاقات من أجل تحقيق تغيير إيجابي عبر صناديق الاقتراع، داعين إلى التصويت لمرشحي الحزب لتحقيق تنمية متوازنة في مدينة النعمة التي تعاني اختلالات في مجال التسيير. وطلب مرشحو الحزب إلى احترام مبادئ اللعبة الديمقراطية، مؤكدين التزامهم بالمحافظة على تماسك ووحدة كافة مكونات المجتمع. الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد اختار المنافسة على المجلس البلدي لمدينة النعمة مستعرضا برنامجا يرتكز على إعادة الهيكلة الإدارية للبلدية وتحديث مصالحها من أجل تسهيل الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.
وتعهد مرشحو الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد بالقضاء على العطش وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية والطرقية وتعميم الكهرباء على جميع أحياء المدينة وإعداد مخطط عمراني للمدينة وتوفير مشاريع مدرة للدخل لصالح الشباب. الحزب الوطني للإنماء يدخل هذه الاستحقاقات الانتخابية من بوابة المقاعد النيابية لتمثيل المدينة في القبة البرلمانية. وفي ولاية العصابة انطلقت عند منتصف الليل الأنشطة الدعائية المنظمة من طرف الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية. التقرير التالي من إعداد الزميل محمد الأمين الخطري يقربنا أكثر من الصورة في هذه الولاية. في أجواء طبعتها مظاهر الفرح والتنافس الإيجابي بين مختلف الأحزاب، انطلقت الحملة الممهدة لاقتراع فاتح سبتمبر 2018 الخاصة بالانتخابات النيابية والبلدية والمجالس الجهوية على مستوى مدينة كيفا. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أطلق حملته على مستوى المدينة من خلال مهرجانات خطابية ودعائية استعرض خلالها مرشح الحزب برامجهم الانتخابية، مؤكدين أن شعارهم هو تحقيق المكاسب وأنهم ملتزمون بإنجاح حملة الحزب ومرشحيه. وأضاف المترشحون أن العمل على استقرار البلد ونموه وتطوره من أبرز الأهداف التي يعملون على تحقيقها. وأبرز مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أهمية التحسيس والتعبئة للتصويت يوم الاقتراع، مؤكدين التزامهم بالأهداف المشتركة وضرورة تكاثف الجهود لتحقيق ذلك. واستعرض المرشحون الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، داعين الناخبين إلى دعم خيارات الحزب والتصويت لمرشحيه. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل افتتح حملته الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في مدينة كيفا، حيث أكد مرشحوه التزامهم بالتعهدات التي التزموا بها، مبرزين أهمية الانتخابات ودور التحسيس في تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وذكر المرشحون بأن حزبهم يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة متكاملة ومتوازنة تقوم على توفير الخدمات الأساسية وتسريع وتيرة النمو الشامل والنهوض بالاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية وترقية الموارد البشرية وحل مشكل البطالة ومحاربة الفقر. وأكد مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مواصلتهم للنهج المعارض لسياسة الحكومة واعتمادهم أسلوب النضال السلمي الجاد. واستعرض مرشح الحزب الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، معولين على سكان كيفا الذين منحوهم ثقتهم أكثر من مرة. وعلى مستوى حزب السلام والتقدم الديمقراطي، فقد أطلق هو الآخر حملته الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في مدينة كيفا. وعبر مرشح الحزب عن سعادتهم بانطلاقة حملتهم من كيفا في ظل توافق سياسي يشهده البلد والمناخ الآمن الذي ينعم فيه الجميع. وأكد مرشح الحزب أنهم بحاجة إلى ضمير المواطن الصالح الذي يسعى إلى اختيار ممثليه بكل صدق ووفاء، وأن ترشحهم يأتي خدمة لطموحات ومتطلبات الواقع الذي يسعون إلى تحقيقه، بدءا بإسماع صوت المواطن في البرلمان ومرورا بالدفاع عن المصالح مع وضع حد للمشاكل التي يطمح المواطن إلى إنهائها. وأبرز المرشحون أهمية هذه الحملة التي يعتبرونها تضحية من أجل ساكنة المدينة، إيمانا منهم بتأدية واجبهم وردا للجميل لهذه المدينة التي ترعرعوا في شوارعها وتعلموا في مدارسها واكتسبوا أخلاق وسلوك أهلها. ودعا المرشحون الناخبين إلى التصويت لهم خدمة لهذا الشعب من أجل إصلاح حقيقي
نحو مزيد من الرقي والرفاه لمقاطعة كيفا، مشددين التزامهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم. ومن المرتقب أن تنظم الأحزاب السياسية المتنافسة على مستوى مدينة كيفا أنشطة دعائية لحملاتها الانتخابية الليلة في مقراتها الرئيسية والساحات العمومية. وستتضمن هذه الأنشطة مهرجانات خطابية ودعائية ستمكن المرشحين بصفة عامة من استعراض برامجهم الانتخابية أمام أنصارهم في المدينة من أجل جذب ما أمكن من أصوات الناخبين، معتمدين طرق الدعاية المختلفة طيلة هذه الحملة. من العصابة إلى غورغول لنطلع عبر تقرير من إعداد الزميلة أمينة من تيوبا حول مجريات انطلاقة الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات فاتح سبتمبر 2018. ليلة خريفية بأنوائها، ممطرة بأجوائها، ميزت انطلاق الحملة الانتخابية في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول. أحوال الطقس هذه التي سادت قبيل الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية لم تمنع المواطنين رغم صعوبة الأحوال الجوية من الخروج إلى مقرات الحملات الدعائية تحت زخات المطر وانتظار ساعة الصفر بفارق الصبر، حيث تقاطر الناخبون من هنا وهناك وجابوا الشوارع المبللة فرادى وجماعات قبل أن يتجمهروا حول مقرات الحملات يتحينون ساعة الافتتاح عند منتصف الليل. فرقعات نارية انطلقت مدوية في سماء كيهيدي إذانا ببدء فعاليات الحملة الانتخابية، مرحلة بدأت بخطب منسقي حملات الأحزاب السياسية المحملة بالرسائل الدعائية غير المشفرة لمرشحيهم واستعراض وشرح برامجهم الانتخابية، وتدعو الناخبين في ذات الوقت إلى التصويت لصالحهم في هذه الاستحقاقات التي تعد الأولى من نوعها في البلد، إذ تتميز بدخول المجالس الجهوية مسار الانتخابات الوطنية ولأول مرة، كما تشارك فيها جميع ألوان الطيف السياسي من موالاة ومعارضة. وينظر المراقبون إلى هذه الانتخابات باعتبارها مرحلة حاسمة في تاريخ البلد لرسم ملامح المشهد السياسي وتحديد الوزن الانتخابي والقواعد الشعبية للأحزاب السياسية، لذا فهي مصيرية. هذا وقد شهدت منصات المواقع الأربعة لحملات أحزاب الاتحاد من أجل الجمهورية، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الحراك الشبابي، التحالف الوطني الديمقراطي على مستوى كيهيدي تبادل الخطب وتفاعل الناخبين. عقبتها مسيرات راجلة وأخرى للسيارات جابت مختلف شوارع المدينة وفي اتجاهات مختلفة تعكس مستوى تنافس المترشحين على اللوائح البلدية والنيابية والجهوية في ولاية غورغول. هذه الولاية التي تتنافس فيها 56 لائحة على المقاعد النيابية موزعة على 4 مقاطعات هي كيهيدي، أمبود، مونغل ومقامة، و65 لائحة للبلديات موزعة على 29 بلدية بالولاية، و16 لائحة تتنافس على المجالس الجهوية بولاية غورغول. هذه الولاية التي وصل عدد المسجلين فيها على اللائحة الانتخابية لهذا العام 109,304 مسجلين، وتشكل ولاية غورغول التي تقع جنوب البلاد إحدى أهم الولايات، يحدها جنوبا نهر السنغال
ومن الغرب والشمال براكنة والعصابة، ومن الشرق قديماغة، وتعتبر من الولايات الزراعية الرعوية. يتراوح متوسط التساقطات المطرية في غرغل سنويا ما بين 350 و 500 ملم، وتوجد بها المزرعة النموذجية التي تنتج سنويا آلاف الأطنان من الأرز الموريتاني، كما توجد بها مساحة كبيرة بمنطقة العطف تعتبر خزانا هاما للرعي، وتعرف الولاية بتنوع غطائها النباتي الذي يستقطب الانتجاع من مختلف ولايات الوطن. وتتوفر عاصمتها كيهيدي على بنى تحتية متكاملة تقرب الخدمات الأساسية من المواطنين. بعثة الموريتانية المكلفة بتغطية الحملة الانتخابية على مستوى ولاية غرغل. ولاية البراكنة عاشت كغيرها من ولايات الوطن فعاليات انطلاقة الحملة الانتخابية، حيث نظمت الأحزاب السياسية أنشطة دعائية مختلفة حاولت من خلالها كسب ثقة الناخبين. نتابع تقرير الزميل سلمو الحضرامي. الزمان 17 أغسطس، المكان مدينة ألاج عاصمة ولاية البراكنة. داخل هذه المدينة وتحت سماء ممطرة افتتحت الحملات الانتخابية والبلدية والجهوية والنيابية الممهدة للانتخابات المنتظرة في الأول من سبتمبر القادم. عشرات الأحزاب السياسية من مختلف طيف السياسي الوطني تشارك في هذه الانتخابات بولاية البراكنة في جو يطبعه التنافس الديمقراطي الجاد بين اللوائح المترشحة. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نظم تظاهرة انتخابية بمدينة ألاج، أطلق فيها حملته الانتخابية الممهدة لهذه الانتخابات. طاقم الحملة ومرشح الحزب قدموا في هذه التظاهرة الخطوط العريضة لبرنامجهم الانتخابي، مذملين ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وتنمية محلية، مؤكدين أن هذه المكاسب تتطلب من سكان ولاية البراكنة المحافظة عليها من خلال دعم خيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في هذه الانتخابات المنتظرة. وطالب المتدخلون في هذه التظاهرة سكان ألاج والمقاطعات والبلديات التابعة لها بدعم النهج السياسي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية لتحقيق كل ما من شأنه أن يساهم في دعم السكان على مستوى هذه الولاية. المداخلات في هذه التظاهرة الانتخابية تطرقت كذلك إلى الأهمية الكبيرة لهذه الانتخابات باعتبارها محطة مهمة من محطات المسلسل الديمقراطي الذي تعرفه البلاد منذ سنوات، مطالبين المواطنين في عاصمة الولاية بالتصويت بنعم لخيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يوم الاقتراع ضمانا لتحقيق التنمية والازدهار. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل نظم هو الآخر تظاهرة انتخابية في مدينة ألاج عاصمة ولاية البراكنة، أعلن فيها عن افتتاح حملته الانتخابية على مستوى الولاية. طاقم الحملة ومرشح الحزب استعرضوا أمام السكان في مدينة ألاج السياسة العامة التي وضعها الحزب، وعلى أساسها تم اختيار الأسماء المترشحة للانتخابات البلدية والنيابية والجهوية في ولاية البراكنة. وأكد المتدخلون أن البلاد بحاجة ماسة إلى برنامج إصلاحي شامل، وهو ما يسعى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل إلى تحقيقه من خلال رسم استراتيجية عمل تأخذ في الحسبان الإجراءات والآليات الكفيلة بدعم التنمية المحلية. وطالبت المداخلات في هذه التظاهرة السياسية سكان مدينة ألاج والمقاطعات والبلديات التابعة لها بالتصويت بنعم لصالح الأسماء التي رشحها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، والتي ستعمل على حد وصفهم على دراسة المشاكل التي تواجه الشباب وتسعى إلى تنمية الولاية ودعم الاقتصاد المحلي للسكان، مؤكدين على أهمية اختيارها ضمانا لمستقبل مزدهر في جو ديمقراطي. ودائما ضمن فعاليات الحملة الانتخابية هنا بولاية البراكنة وتحديدا في مدينة ألاج، حيث نظم حزب الرفاه تظاهرة انتخابية في مقره أعلن فيها عن انطلاق نشاطات حملته الانتخابية في ولاية البراكنة. طاقم الحملة ومرشح الحزب بولاية البراكنة استعرضوا أمام مناصريهم الأهداف التي رسمها الحزب في هذه الولاية والأسماء التي اختارها للمشاركة في اللوائح المتنافسة بمدينة ألاج،
وأكد المتدخلون أن حزب الرفا رفع شعارات واضحة أساسها التنمية والعدالة، سعيا من القائمين عليه إلى تمثيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن السياسي الوطني. المداخلات في هذه التظاهرة السياسية بمقر حزب الرفاه في مدينة ألاك طلبت السكان في المدينة والمقاطعات والبلديات التابعة لها بتصويت من عام لصالح الخيارات التي اختارها الحزب على مستوى هذه الولاية، تعزيزا للنهج الرامي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات وحدتنا الوطنية. وتشير الإحصائيات المتوفرة لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية البراكنة إلى أن عدد اللوائح المترشحة للانتخابات النيابية بلغت 51 لائحة موزعة على مقاطعات الولاية الخمس، ما بلغت اللوائح المترشحة للمجلس الجهوي بالولاية 11 لائحة تضم الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الولاية. وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية فتشير المعطيات إلى أن عدد اللوائح المتنافسة بلغ 139 لائحة تنافس على 21 بلدية في مقاطعات الولاية الخمس. كما شهدت ولاية تراز مهرجانات خطابية ضمن الليلة الأولى من الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات سبتمبر 2018 التي سيختار من خلالها الناخبون للمرة الأولى في تاريخ البلاد مجالس جهوية فضلا عن أعضاء البرلمان والمجالس البلدية. نتابع تقرير زميل سيدي البو أحمد حول هذا الموضوع. مع انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الفاتح من سبتمبر المقبل، شهدت مدينة روسو عاصمة ولاية تراز الليلة البارحة انطلاقة العديد من الأنشطة الانتخابية بمختلف أحياء المدينة. وفي هذا الإطار أقام حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هنا بمدينة روسو مهرجانا شعبيا حضره العديد من مناضلي الحزب ومناصريه، فضلا عن طواقم الحملة على مستوى ولاية تراز ومقاطعة روسو على وجه الخصوص. وقد كان هذا اللقاء الانتخابي الافتتاح سانحة تحدث فيها طاقم حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن جملة من القضايا التي تشكل وفق رؤية الحزب دافعا للتصويت لمن قدمهم لهذه الاستحقاقات. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل أقام هو الآخر مهرجانا شعبيا بحضور القائمين على حملته بولاية تراز، فضلا عن من تم اختيارهم كمرشحين للمناصب الانتخابية بمقاطعة روسو وبلديته. فعاليات هذا المهرجان الذي ضم أيضا عددا من مؤيدي الحزب ومناضليه كان فرصة لتقديم مرشحيه للانتخابات المقبلة أمام الحضور والتحدث عن رؤى وتوجهات الحزب حول القضايا الوطنية الكبرى. وبمحاذاة أحد شوارع مدينة روسو أقام حزب التحالف الشعبي التقدمي الليلة البارحة مهرجانا شعبيا ضم هو الآخر مرشحيه للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية الراهنة وبمشاركة عدد من مؤيدي حزب التحالف الشعبي التقدمي ومناضليه بمدينة روسو عمن تم اختيارهم من طرف الحزب لخوض هذه الانتخابات، حيث يشارك الحزب بلائحة خاصة به على مستوى بلدية روسو وبلائحة مشتركة مع حزب الوئام الديمقراطي للنيابيات بمقاطعة روسو. حزب التجديد الديمقراطي الذي يشارك في هذه الانتخابات بلوائح للنيابيات والمجالس الجهوية نظم هو الآخر لقاء شبابيا أوضح فيه أهمية المشاركة السياسية بهذه الانتخابات والدور المحوري الذي يمكن أن يطلع به الشباب خلال هذه الحملة. اللقاء الذي ضم مجموعة من شباب الحزب شكل البداية الفعلية لحملته على مستوى الولاية، ورأى القائمون على حملته بمدينة روسو ضرورة التركيز على دور الشباب في العملية السياسية على حد وصفهم. حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي ووسط جمهور من مدينة روسو نظم هو الآخر أمسية دعائية شاركت فيها فرق من الفولكلور المحلي وحضرها عدد من مؤيدي الحزب ومناضليه فضلا عن مرشحيه لبلدية روسو. اللقاء الذي تميز بمشاركة عدد من شباب الحزب من مختلف الأعمار تضمن عروضا دعائية قدمتها مجموعة من شباب الحزب بمدينة روسو. وبمدينة روسو دائما أقام حزب حركة إعادة التأسيس مهرجانا بإحدى ساحات مدينة روسو خصصه الحزب للإعلان عن انطلاقة أنشطته الدعائية لهذه الاستحقاقات. يشارك حزب حركة إعادة التأسيس بلوائح انتخابية للنيابيات بمقاطعة روسو وببلديتها، كذلك
خصص هذا المهرجان الذي أقيم بمحاذاة أحد الشوارع الرئيسية لشرح ومبادئ الحزب ودوافع المشاركة الحالية في هذه الانتخابات. الحزب الديمقراطي الاشتراكي اختار الكيلومتر 7 من مدينة روسو لتنظيم حفل انطلاقة حملته الانتخابية الممهدة لاستحقاقات 1 سبتمبر القادم. مهرجان الحزب الديمقراطي الاشتراكي تميز بمداخلات لرئيس الحزب ومدير حملته الوطنية فضلا عن مرشحيه للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية. وقد تمحورت مداخلات الجميع حول أهمية اختيار مرشحي الحزب الديمقراطي الاشتراكي لهذه الانتخابات باعتبار ذلك إسهاما في التحسين من الظروف المعيشية لساكنة الدوائر والبلديات على حد وصفهم. كما تضمنت السهرة مشاركة فرق فلكلورية للدعاية لهذا الحزب بحضور جمهور من ساكنة مدينة روسو والكيلومتر 7 على وجه الخصوص. التحالف من أجل الديمقراطية في موريتانيا نظم من جانبه أمسية تحسيسية لصالح مناضليه بمدينة روسو، تحدث فيها القائمون على حملة الحزب عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي والمقدمة لنيل ثقة الناخبين، حيث شارك الحزب بلوائح للنيابيات والبلديات والمجالس الجهوية. 21 حزبا سياسيا يتنافسون بمقاطعة روسو ضمن سباق هادف لنيل ثقة الناخبين في النيابيات والبلديات، فيما قدمت 15 لائحة للمجالس الجهوية بالولاية. وعلى مستوى ولاية داخلة المأذيب نظمت الأحزاب السياسية أنشطة دعائية استعرض خلالها ممثل اللوائح المترشحة برامجهم الانتخابية أمام الجمهور. الزميل الفاقه الشيباني يقدم عبر التقرير التالي تفاصيل أوفى عن انطلاقة الحملة في هذه الولاية. انطلقت الحملة الممهدة لاقتراع فاتح سبتمبر للنيابيات والبلديات والمجالس الجهوية على مستوى داخلة المأذيب. أزيد من 100 لائحة تتنافس في هذا الاقتراع الذي يتوزع ناخبوه 70,000 ويزيد على مقاطعتين وأربعة مراكز إدارية. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اختار ساحة الواقعة قبالة مطار المأذيب لإطلاق حملته الدعائية لصالح مرشحيه وسط جمع من أنصاره. وتميزت التظاهرة بالإنعاشات الفنية فضلا عن مداخلات استعرضت برامج المرشحين لصالح تعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. وعلى بعد عدة أمتار نظم تكتل القوى الديمقراطية مهرجان الافتتاحي أمام مقره وسط جمع من أنصاره. وشكل الافتتاح مناسبة لتقديم المرشحين وما يطلعون إلى تحقيقه على مستوى صعود تغيير واقع المدينة العمالية التي تحولت إلى منطقة حرة منذ 2013. وغير بعيد من حي الجديدة أقام حزب الغد الموريتاني نشاطه الافتتاحي في مقره برأس الإيمان. ومثل اللقاء فرصة استعرض فيها الحزب مشاريعه المستقبلية لتنمية المدينة وإشراك الشباب في صنع القرار. وفي ملتقى سوكوجيم نظم حزب التحالف الوطني الديمقراطي تظاهرته الافتتاحية بحضور مرشحيه على مستوى النيابيات والبلديات. وخلال هذا الحفل الافتتاحي تم تقديم برامج الحزب المتعلقة بدعم المجالات الخدمية في الصحة والتعليم وغيرها. وفي مقره بالحنفية الثانية ركز حزب الاتحاد مجلس الديمقراطية والتقدم على تذكير جماهيره بمسار الحزب في مجال تدعيم منظومة الديمقراطية الموريتانية. ومثلت مناسبة بدء الحملة الدعائية فرصة لدعوة ساكنة المدينة إلى مناصرة مرشح الحزب على مستوى ولاية داخلة المأذيب خاصة على مستوى مقاطعة الشامي. اتحاد قوى التقدم الذي أطلق حملته من الحنفية الرابعة وسط أنصاره وجمهوره بين مميزات مرشحيه على مستوى بلدية المأذيب والمقاعد النيابية وكذا المجالس الجهوية. وذكر ساكنة المأذيب بضرورة التصويت لصالح خيارات اتحاد التقدم ومشروعه الإصلاحي لموريتانيا منسجمة مع ذاتها.
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل هو الآخر نظم نشاطه الافتتاحي بالحنفية الخامسة وسط حضور من مؤيديه وأنصاره. وركزت التظاهرة على خيارات الحزب وتوجهاته في جعل موريتانيا متصالحة مع هويتها من خلال اختيار مرشحين يلبون تطلعات الحزب، داعيا إلى ضرورة إنجاح ترشيحات الحزب على مستوى ولاية داخلة وريبو. وفي مقره بالحنفية السادسة أطلق حزب التحالف الشعبي التقدمي حملته الدعائية لصالح مرشحيه وسط جمع من أنصاره. التظاهرة كانت مناسبة لاستعراض مميزات المترشحين مبرزين التوجهات العامة للحزب. وخلال هذا النشاط تمت تعبئة الحاضرين على ضرورة كسب الرهان الانتخابي بالعمل على إنجاح حزب التحالف الشعبي التقدمي بمدينة وفي حيهم الباز نظم حزب الصواب حفل الافتتاح في مقره وسط حضور من أنصاره. وخلال هذه التظاهرة استعرض المتدخلون أهمية هذه الاستحقاقات خاصة على مستوى ترشيحات الحزب بالمدينة، وطالبوا أنصارهم بتكريس قيم الجمهورية. وعلى الجهة المحاذية لحيهم الباز عند ملتقى الحنفية السادسة نظم حزب الوئام الديمقراطي تجمعا سياسيا بحضور جمع من أنصاره. اللقاء الدعائي شكل فرصة استعرض فيها الحزب مرشحيه على مستوى الاستحقاقات مبرزا الخصائص التي تميز بها الحزب خلال مسيرته النضالية. وخلال هذه التظاهرة تم تقديم برنامج مرشح الحزب من أجل تغيير خارطة التنمية بولاية داخلة وريبو. من النواذيب في الشمال الغربي إلى وسط البلاد وتحديدا ولاية تجارت التي عاشت هي الأخرى ليلة مختلفة ميزتها فعاليات انطلاقة الحملة الممهدة لاستحقاقات الفاتح سبتمبر 2018. التقرير التالي مع الزميل محمد محمود الباها يرصد مجمل هذه الفعاليات. مدينة تجيكجة وضواحيها ساعات قبل انطلاق الحملة، الكل في سباق مع الزمن للتأسيس لما بعد ساعة الصفر. خيام تضرب هنا وهناك لاحتضان أنشطة الحملة، وتجهيزات تهيئ لتكون في الموعد. الساعة الموعودة هذه المرة ساعة الصفر من تاريخ 17 أغسطس، موعد انطلاق الحملة المحضرة لاستحقاقات سبتمبر 2018. دقت عقارب هذه الساعة، تنادى الجميع إلى المقرات الرئيسية للأحزاب المتنافسة. هنا في أحد مقرات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمدينة تجيكجة تم افتتاح حملة الحزب بسهرة تنوعت فقراتها واستمرت حتى الساعات الأخيرة من الليل. وخلال هذه السهرة تحدث نشطاء ووطر الحزب وهيئاته الأخرى أمام مناضليه الحاضرين، حيث أهابوا بسكان مدينة تجيكجة للإقبال بكثرة على التصويت لصالح مرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في النيابيات والمجالس المحلية والجهوية في الولاية. ثم تولت بعد ذلك فقرات السهرة الانتخابية بفعاليات متنوعة أثنت على خصال مرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مقاطعة تجيكجة. غير بعيد من هذه السهرة تنظم أماسي أخرى تختلف أسماء منظميها وتتساوى في المبتغى. هنا مثلا بدأ تحالف قوى التقدم وحزب تواصل حملتهم الانتخابية بهذه السهرة لتقديم مرشحي لائحة الإصلاح والتنمية لسكان تجيكجة، حيث تحدث ممثل الحزبين وبعض المرشحين عن الخطط الإنمائية المزمع تنفيذها في الولاية بعد نجاح هذا التحالف، مطالبين سكان تجيكجة بالتصويت لصالح تحالف الإصلاح والتنمية سبيلا إلى تنمية الولاية ووضع حد لما أسموه بالتهميش والنسيان الذين عانت منهما خلال السنوات الماضية على حد تعبيرهم. وفي أطراف أخرى من مدينة تجيكجة لا يختلف المشهد كثيرا، الخطابات السياسية ومظاهر أخرى ميزت انطلاق حملة لائحة الفتح التي تمثل تحالفا انتخابيا بين الاتحاد الوطني الديمقراطي وحزب الفضيلة.
مناضلو الحزبين تجمهروا هنا وتابعوا عروضا تناولت سجر مرشحيهم. تتوالى بعد ذلك مداخلات الحضور المثمنة والمعددة لخصال المرشحين لنيابيات 2018 على مستوى مدينة تيجيجا من لائحة الفتح. شوارع تيجيجا غصت بمناضلي ومؤيدي التشكيلات السياسية حتى ساعات متأخرة من الليلة البارحة. هنا مثلا توافد مناضل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم إدبي على هذا المكان ونظموا هذه السهرة التي تحدث خلالها مرشح الحزب عن برامجهم الانتخابية وواقع ولاية تقانة الحالي وخططهم لتطويره والنهوض به إلى الأحسن بعد تشخيصه ودراسة كافة جوانبه دراسة متأنية. بدورهم مناضل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم عبروا عن تعلقهم بخيارات الحزب وسعيهم الجاد في سبيل إنجاح مرشحيه من خلال التصويت لهم وبكثرة في انتخابات المقبل. يذكر أن عدد ناخبي ولاية تقانت بلغ هذه السنة 45,280 ناخبا موزعين على مقاطعات الولاية الثلاث، ويتوقع أن يؤدي هذا العدد واجبه الانتخابي في 120 مكتب تصويت سيتم افتتاحها على مستوى مقاطعات وقرى ولاية تقانت. أما فيما يخص عدد المتنافسين على النيابيات في الولاية فقد بلغ 30 لائحة بالنسبة للمجالس البلدية و13 لائحة تتنافس للحصول على مقاعد الولاية في البرلمان، هذا في حين تتنافس 4 لوائح على المجلس الجهوي في ولاية تقانت. في أجواء إذن ملؤها الحماس والتنافس انطلقت الحملة الانتخابية المحضرة لاستحقاقات سبتمبر 2018 على مستوى ولاية تقانت، ويمتظر أن تشهد هذه الحملة في قادم الأيام مزيدا من الاندفاع والحماس. وإلى جيديماغا جنوبي البلاد لنتابع مع الزميل مختار بابو الأحمد مشريات انطلاقة الحملة الانتخابية الممهدة للاستحقاقات المقبلة والتي يختار من خلالها الناخبون أعضاء الجمعية الوطنية والمجالس الجهوية والبلدية. انطلاقة الحملة الانتخابية في مدينة سيلبابي شهدت فيها الشوارع العامة حركية عادية للمواطنين الذين بدأ معظمهم يتواجد أمام مقرات الأحزاب قبيل لحظة الصفر بدقائق معدودة. وعند المنتصف بدأت الخطابات السياسية تتوالى. حزب الفضيلة دعا مرشحوه في سيلبابي مناضليهم إلى قاعة خصوصية في الناحية الجنوبية من المدينة، وهنا ركز المتدخلون في مهرجان الانطلاقة الفعلية للحملة الممهدة لانتخابات فاتح سبتمبر 2018 على التعريف بأهمية المرحلة الديمقراطية التي تمر بها موريتانيا، والتي أكد المتحدثون أنها مرحلة تتطلب المزيد من اليقظة والتريث قبل اتخاذ القرار في مكتب التصويت، مع الأخذ في الحسبان كفاءة المترشح وأهليته لخوض المعركة. وفي وقت متزامن أطلق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية حملته في جيديماغا من مقره في مدينة سيلبابي، حيث التقى مرشح الحزب مع مناضليهم في مهرجان خصص في محوره الأول للحديث عن طبيعة مشاركة حزب تواصل في الخريطة السياسية للولاية ومدى جاهزيته للعمل في هذه الحملة بكل مسؤولية وتفان ضمانا لكسب الرهان والفوز بالمرحلة. وقدمت حملة التواصل برنامجها الانتخابي وخطة العمل التي تواكب بها الحملة على مستوى الولاية. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نظم هو الآخر مهرجانا في الضاحية الشمالية من المدينة. هذا المهرجان الافتتاحي تركزت فقراته أساسا على استعراض حصيلة الإنجازات والمشاريع التنموية التي أكد المتدخلون أن البلاد استفادت منها خلال السنوات الأخيرة، منوهين إلى أن الحفاظ على هذه المكتسبات وصونها يتطلب من المواطنين دعم المترشحين الذين اختارهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لخوض هذه الاستحقاقات بجميع مكوناتها. وبالمعطيات والأرقام قدمت إدارة الحملة في هذا المهرجان
البرامج الاجتماعية التي قالت إنها لامست الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام والسكان الداخل على وجه الخصوص. حزب اللقاء الديمقراطي الوطني واكب انطلاقة الحملة في سيلبابي باجتماع عقده ممثل اللوائح المترشحة باسم الحزب مع مناضليهم في المدينة. وقد خصص هذا الاجتماع للحديث عن مبادئ حزب اللقاء الديمقراطي الوطني وعن مشروعه المجتمعي، كما عبر المتداخلون عن مدى استعدادهم لخوض معركة الانتخابات في مدينة سيلبابي مع ما تطلبه من تضحية ونضال نظرا لتعداد المترشحين ولعدد الصناديق التي سيجدها الناخب أمامه في مكتب الاقتراع، مؤكدين على دورة التركيز على تعبئة الناخبين من خلال حملة بيت بيت واللقاءات مع الفاعلين المحليين. وفي مدينة سيلبابي دائما وتحديدا بحي الإعدادية نظم حزب التحالف الشعبي التقدمي مهرجانا واكب من خلاله مناضلو الحزب في المدينة الأنشطة السياسية التي تزامنت مع موعد انطلاقة الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 2018 النيابية والبلدية والجهوية. وقد كان هذا المهرجان فرصة أكد خلالها المتداخلون تشبثهم بخيارات حزب التحالف الشعبي التقدمي ودعمهم لمرشحيه الذين قالوا إنهم يمثلون الطيف الاجتماعي بكل مكوناته في هذه الولاية، وعبروا عن آمالهم الجسام تجاه مستقبل حزبهم ومستقبل ولايتهم بعد الفوز في هذه الانتخابات. أولى ليالي الحملة في مدينة سيلبابي شهدت مهرجان آخر نظمه حزب الصواب بصالة للرياضة وسط المدينة. وقد تميز هذا المهرجان بتبادل للخطب بين مرشحي حزب الصواب في سيلبابي ومناضليهم، وقد تمحور الحديث حول رسالة الحزب وأهدافه والتعريف بالمترشحين والحث على دورة استغلال فرصة الحملة لتعبئة الناخبين وتحسيسهم حول أهمية التصويت لمرشحي حزب الصواب في هذه الاستحقاقات. وتحدث مناضل حزب الصواب عن أهمية مشاركة الشباب بشكل خاص في حيوية الحملة وعن دور المرأة في تجاوز المرحلة بنجاح. مختار بابو الأحمد لقناة الموريتانية مدينة سيلبابي. إلى ولاية شمال نتابع فعاليات انطلاق الحملة الانتخابية على مستوى ولاية الزمور. التقرير التالي يرصد الجوانب المختلفة لهذه الفعاليات مع الزميل محمد الجبديدي. بمدينة الزويرات عاصمة ولاية تير الزمور، عند انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات البلدية والنيابية والمجالس الجهوية المقررة في 15 سبتمبر القادم، تعددت وتنوعت الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات على مستوى ولاية تير الزمور. هنا في هذا الحيز الجغرافي أطلق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حملته الانتخابية التي دعا فيها مناصريه للتصويت لصالح مرشحه يوم الاقتراع، مبينا برنامجه الانتخابي وما يتضمنه من فقرات متنوعة. وفي جانب آخر من المدينة كانت انطلاقة حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حيث نظم هو الآخر تظاهرة سياسية دعا فيها مناضليه إلى المشاركة السياسية والتصويت لخيارات الحزب ولمرشحيه. وأبرز الحزب خلال هذه التظاهرة أن برنامجه السياسي وما يتضمنه من فقرات متعددة ستساعد في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. حزب التحالف الشعبي التقدمي افتتح حملته الانتخابية من خلال هذه التظاهرة السياسية التي دعا فيها مناضليه إلى الوقوف إلى جانب مرشحي الحزب ودعم برامجهم الانتخابية والتي تهدف إلى مساعدة المواطنين في شتى المجالات. حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد كان هو الآخر على موعد مع مناضليه في مدينة زويرات، حيث أكد الحزب في هذه التظاهرة المواكبة لانطلاقة الحملة أكد على أهمية التصويت لصالح مرشحيه ودعمهم من أجل تحسين ظروف المعيشية للسكان
وتطرق الحزب إلى برنامجه الانتخابي حزب المستقبل، واكب انطلاقة الحملة الانتخابية على مستوى مدينة زويرات من خلال هذه التظاهرة السياسية التي استهدفت دعوة المواطنين إلى التصويت لصالح مرشحي الحزب ودعم برامجهم في هذه الحملة الانتخابية. وأوضح الحزب أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى تغيير وضعية المواطنين ومساعدتهم. وفي جانب آخر من مدينة زويرات، كانت انطلاقة حملة حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي من خلال هذه التظاهرة السياسية التي دعا فيها مناصريه إلى التصويت يوم الاقتراع على مرشحيه ودعم برامجهم التنموية التي تشمل مختلف المجالات. حزب الصواب أطلق حملته الانتخابية هنا على مستوى مدينة زويرات بتظاهرة سياسية أبرز فيها الحزب ضرورة التصويت لصالح مرشحيه ودعمهم. وأكد الحزب أن البرامج المقدمة للمواطنين تراعي مختلف الجوانب المتعلقة بحياتهم، وتتنوع هنا في مدينة زويرات مشاهد الحملة الانتخابية من حزب لآخر، وتنتعش مجالات في هذه الفترة كمكبرات الصوت والآليات المتعلقة بالحملة الانتخابية. ويحاول كل حزب سياسي في هذا الجو التنافسي استقطاب أكبر عدد من الناخبين، وذلك من خلال ما يقدمه من برامج وفقرات متنوعة خلال فترة الحملة الانتخابية. وخلال هذه الحملات لا يغيب الفلكلور الشعبي وأنواع التعبير المختلفة عن التأييد والمساندة التي يعبر بها مناضلو كل حزب سياسي على حدة. وتتميز هذه الانتخابات بشكل عام بمشاركة سياسية واسعة على عموم التراب الوطني، حيث تتنافس على مستوى مدينة زويرات 13 حزبا سياسيا على المجلسين البلدي والجهوي والتمثيل البرلماني. وتتنوع البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، حيث تتطرق في بعض الأحيان لظروف المعيشية للسكان والبطالة والتعليم، وفي مجالات أخرى إلى النهوض بالمدينة إلى مستوى تطلعات سكانها وتشخيص وضعيتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتستهدف برامج أخرى دعم الشباب والنساء وأسعار المواد الغذائية والعدالة والشفافية. ويكثر انتشار المقرات وأماكن الحملات في الشوارع الرئيسية وعند ملتقيات الطرق، حيث تحاول هذه الحملات استقطاب المواطنين. وتبقى مدينة زويرات في انتظار يوم الاقتراع، تعيش على وقع تجاذبات سياسية متنوعة تنتظر لحظة الحسم الانتخابي. وفي ولاية شيري، أطلقت الأحزاب السياسية المتنافسة في استحقاقات فاتح سبتمبر 2018 أنشطتها الدعائية، وقد منعت الأمطار الأحزاب السياسية من تنظيم أنشطة دعائية كما يظهر من خلال الصور. وتقوم بعثتنا المتواجدة هناك بمواكبة الحملة على مستوى هذه الولاية بتغطية الأنشطة الانتخابية المختلفة، حيث يتنافس في مقاطعة جوجة عاصمة الولاية 15 حزبا سياسيا على 12 لائحة بلدية وثمان لوائح نيابية ومثلها شهوية. وصلنا إلى نهاية النافذة الخاصة بمواكبة استحقاقات